بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي انا بصراحه زعلان منك. انا امتى يا ابني قلت لك خبر وما حصلش؟ امتى قلت لك على تعاقد وما حصلش؟ تعاقد صابر بوجرين؟ لا ماليش دعوه، هو التعاقد هو اللي فشل وماليش دعوه بالحوار بتاع صابر بوجرين ده. باش انا اتكلمت معاك على موضوع ايمن حسين المهاجم العراقي، وده اللي حصل بالظبط. ايمن حسين قلت لك ان في اتفاق مبدئي ما بين فريق الرجاء المغربي وايمن حسين المهاجم العراقي، ومن شويه قال لك ان الراجل وقع رسميا مع فريق الرجاء المغربي. علمت البطوله ان المهاجم العراقي وقع قبل لحظات من الان في كشوفات الفريق الاخضر قادما من نادي الجزيره الاماراتي، ومن المرتقب ان يعلن الفريق الاخضر بشكل رسمي في الساعات المقبله عن تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 27 سنه. الراجل ده بيلعب فرويد بموجب عقد يمتد لمده موسمين كرويين، وسبق للدوري العراقي اللعب مع الصفاقسي التونسي موسم 2019-2018، وام سلال القطري 2021-2020، والمرخية القطري بالإضافة لفريق الجزيرة الإماراتي لمدة نص موسم، كما دفع حسين عن ألوان أندية دهوك والشرطة والنفط والقوى الجوية في العراق. اتكلمت معاك على أرقام الراجل، واتكلمت معاك على إن الراجل ما تقدرش تحكم عليه بالأرقام بتاعته، وما ينفعش إنك تحكم عليه بالأرقام بتاعته، إن أنت كل اللي أنت تتمناه عن الراجل إن الراجل يقدر ينجح في فريق الرجاء. يعني فكك من حوار الأرقام بتاعت مسيرته السابقة مع الأندية دي. بص، كل الحوار بتاع الأندية دي اعمل عليه اكس كبير كده، وقول الراجل ده هنشتريه مع فريق الرجاء ويقدر يعمل حاجه. يعني احنا اتكلمنا برضه في نفس الفيديو على اكس المايه، وقلت لك اكس المايه كان مكسر الدنيا في الدوري المغربي، جه الرجاء قلب بط بلدي. فنتمنى ان ايمن حسين بعد التعاقد الرسمي مع فريق الرجاء يقدر يقدم الاضافه. جمهور الرجاء يشتاق لمهاجم هداف، واتمنى ان الراجل يلاقي نفسه في فريق الرجاء. اتمنى ان الانتقال يكون مفيد بالنسبه لايمن وبالنسبه للرجاء. الرجاء بقى له كتير مستني فرويد بيخلص من نص فرصه. يا رب يا رب عم ايمن تقدر ان انت تقدم الاضافه دي. وهي دي حكايه ايمن حسين لاعب الرجاء الجديد او لاعب الجزيره الاماراتي المحتمل انتقاله للرجاء بنسبه 90%. الان لسه ما تمش الاعلان الرسمي، وانا قلت لك الموضوع واللي فيه. اما حوار صابر بوجرين فبيقال ان الصفقه فشلت، وبيقال ان صابر بوجرين بيبرشط على الترجي علشان خاطر مش عايز يسيب ولا دولار في العقد بتاعه، وعايز ياخد الفلوس بتاعته كلها في الترجي، وعايز الترجي يدفع له كل الفلوس بتاعته قبل ملكاته ما يتقفل. فحوار صابر بوجرين والرجاء فشل، ده اللي انا عارفه حتى الان. لو انت عارف حاجه جديده انزل قول لي في الكومنتات، لو مش عارف فبالتوفيق للرجاء في القادم ان شاء الله، وربنا يا رب يوفق ايمن حسين مع الرجاء ويقدر ان هو يكون اضافه كبيره بالنسبه